الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامجكم حصاد الأهلي. النهاردة هحكي معاكم حكاية الأهلي الذي لا يعرف المستحيل. من أول ما تبتدي تشجع كورة وبتدي توعى على كرة القدم، تسمع الناس الكبيرة وهي بتقول لك النادي الأهلي ده مختلف، النادي الأهلي ده غير. ليه؟ ما بيعرفش المستحيل. سنة ورا سنة، مباراة ورا مباراة، بطولة ورا بطولة، تبتدي تحقق لك الكلام اللي أنت بتسمعه. ما هو مش كلامه بس، ده كلام وفعل ومجهود وأداء ونتيجة. تبتدي تسمع الأهلي خسران، استنى لغاية آخر الماتش، استنى لغاية صفارة الحكم، ما تيأس، إن شاء الله الأهلي هيكسب. تلاقي نفس الناس الكبيرة كلها وعندها ثقة وقاعدة ومنتظرة الهدف، منتظرة من ثقة كل ما يحدث داخل الملعب من أجهزة فنية، من مجهود لعيبة على مدار السنين. خلى النادي الأهلي وجماهيره في ثقة وفي حكاية عشق ما بين النادي الأهلي والإنجاز الأخير والنفس الأخير. فتسمع النادي الأهلي لا يعرف المستحيل، ولكن ليه؟ عشان ما يحقق داخل الملعب وداخل الميدان. الكل في لقاء المصري، نادي الأهلي متسيد طوال المباراة، طوال المباراة، وفرص بالجملة بتضيع من أول الشوط الأول، وجمهور النادي الأهلي متربص ومنتظر. حتى لما تقدم النادي المصري بهدف عن طريق عبد الله بيكا من التسديده يمكن تكون الوحيده او الثانيه في خلال المباراه، جمهور النادي الأهلي منتظر ومتحفز. يمر الوقت وتضيع فرص كتير وتلاقي جمهور الأهلي متحفز ومنتظر. ليه؟ عشان النادي الأهلي لا يعرف المستحيل. ليه؟ لانه بيلعب لاخر نفس، في روح، في اداء، في خطه، في تنفيذ، في استراتيجيه، في شغل، يبقى في توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. الاهلي ليس محظوظا، ولكن الاهلي فعلا مجتهد. مش بس محظوظ، الناس يقول لك الاهلي محظوظ، ده كلام وخلاص. بص ماذا حدث داخل الملعب وانت تعرف ان كان النادي الاهلي بيكسب بالحظ ولا بيكسب بالمجهود، لان في حاجه اسمها الاراده والعامل النفسي اللي من اهم اربع عوامل في كره القدم، وده اللي حصل في لقاء الاهلي والمصري في نهائي كاس مصر. فرحه كبيره جدا على مستوى الجماهير وعلى مستوى الجهاز الفني، مجهود رائع داخل 120 دقيقه ماراثونيه للنادي الاهلي، قدم فيهم واحده من اللقاءات الدراماتيكيه في الكره المصريه. احنا بنتكلم قبل اللقاء وعملنا استديوهات كتير جدا وساعات من الهواء بنتحدث عن لقاء الاهلي والمصري 84، واللي كان شبه او مشابه لهذا اللقاء كثيرا كثيرا في العديد من النقاط، والنادي المصري كان متقدم وخلاص الناس بتستعد للاحتفال عشان تاخد كاس مصر، ولكن كابتن علاء ميهوب كان له راي اخر، زي ما كان عمرو جمال الغزال له راي اخر، وتبديله من الكابتن حسام البدري عشان يقلب موازين الامور، والعرضيه بتاعت علي معلول عشان يعانق ويتعامل مع شباك النادي المصري مع تحيات عمرو جمال. وشوفوا بقى الهدف الثاني، وشوف احمد فتحي، وهنا بقى الفرق ما بين اللعيب الدولي واللعيب العادي. اللعيب والقيمه والخبرات ومخزون كام سنه، كام سنه احمد فتحي ما شاء الله بيلعب فيرست تيم وهو عنده 16 سنه، شوفوا من قد ايه بيحط كل الخبرات. وهنا ان ازاي لعيبه، بصوا في 1 2 3 4 5 6 لعيبه في منطقه 18 النادي المصري، وفي 4 مدافعين، المعادله تكسب النادي الاهلي. اذا الموضوع مش حظ، الموضوع اراده، الموضوع جينات وراثيه داخل اي لعيب جوه بيخش منظومه النادي الاهلي من بدايتك وانت في مدرسه الكوره، حتى ما تخش في الفيرست تيم تبتدي تشوف قد ايه النادي الاهلي روحه لا تنتهي، روحه لا تنتهي على مدار 90 دقيقه و120 دقيقه. الروح والاراده والطموح لا ينتهي، هو ده هو ده عنوان النادي الاهلي، الاراده والطموح والمجهود والاجتهاد والفخر، فخر بانك عندك حد بيشتغل وبيتعب وربنا بيكافئه. بطوله مهمه جدا من اهم بطولات النادي الاهلي، واحنا عندنا بنرصد لحضراتكم فرحه مهمه جدا خاصه بكاميرا قناه النادي الاهلي، نطلع ونشوف. Champion, 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 champion.
حبيب الناس دوري وكاس، ده عنوان النادي الاهلي في هذا الموسم. ضد كل الانتقادات، ضد كل التيارات، النادي الاهلي قافلته ماضيه في الطريق الى النجاح. هي دي الفرق ما بين النادي المحترف وما بين اي نادي اخر، ان في انديه تانية بيبقى ممكن يبقى واخده خطوات للنجاح ولكن بيجي لها شويه زوابع كده توقع المنظومه، لكن النادي الاهلي عشان بيدرس كل خطوه قبل ما بيعملها، سواء على الصعيد الاداري، سواء على الصعيد الفني، سواء على الصعيد التسويقي، كمنظومه كامله كل خطوه مدروسه، عشان كده القافله تسير وانتم عارفين الباقي، عشان كده القافله تسير في النجاح. وزي ما قلت لحضرتك وقلت لحضرتك منذ بدايه وجودي هنا في قناه النادي الاهلي، قبل ما تحكم على المنظومه شوف انت في انهي مسار. انت بطل الدوري ومتصدر قبل ما البطوله بتنتهي باربع اسابيع، وكسبان كل منافسينك بما فيهم النادي المصري، كسبته في الدور الاول 3-1، والدور الثاني امام نادي المصري في مباراه عكس اتجاه الطبيعه، واجبرت ان انت تلعب فيها في ظروف، وانت جاي من ايه، من زناك والزامبي وبتمثل مصر وكلام كبير، ولكن في بعض من الناس شايفين ان النادي الاهلي كان لازم يخسر، والنادي الاهلي بالروح وبالعزيمه وبالاصرار لم يهزم هذا الموسم. أكثر من 372 يوم بدون هزيمة مع الجهاز الفني للكابتن حسام البدري، مع الجهاز الفني السابق، وده إنجاز يضاف إلى النادي الأهلي والكرة المصرية. والنادي الأهلي لمن يريد أن يتعلم يعلم لماذا النادي الأهلي لا يعرف المستحيل. لازم يبقى فيه ناخد عبرة، ناخد إزاي المنظومة بتبقى ناجحة، ونعلمه لأولادنا ونعلمه لباقي المنظومة الرياضية، لأن النادي الأهلي يستحق الدراسة، مش بس موضوع كلام، مش بس موضوع حظ، مش بس موضوع هي شوية كورة وأربعة أربعة اتنين، لا ده في شغل، وفي شغل كبير في هذا اللقاء. لو اتفرجت شوف كم الفرص الضايعة، كم الفرص الضايعة، قد إيه النادي الأهلي بيوصل. وفي كرة القدم بالنسبة للمدرب لما توصل كتير يبقى أنت ماشي صح، بالنسبة للكابتن حسام البدري وبالنسبة لأي مدرب. وبقولها لحضراتكم، النادي الاهلي ما دام بيوصل كتير لمرمى المنافس اذا هو ماشي صح. التوفيق وعدم التوفيق بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده هنحتفل بالثنائيه الكابتن حسام البدري، وطبعا مجلس ادارك كابتن حسام البدري مدير فني لكره القدم بالنادي الاهلي، قال ان هو هيطلب من مجلس الاداره حضور الجمهور في ملعب التتش من اجل الاحتفال بالثنائيه العظيمة اللي حققها النادي الأهلي السنة دي. وأضاف الكابتن حسام أن هيكون الاحتفال إن شاء الله في خلال انتهاء الأجازة اللي قرر منحها للفريق حتى 23 أغسطس الجاري، يعني إن شاء الله من يوم 23 أغسطس يبقى الجمهور يشوف البطولة الغالية على النادي الأهلي، بطولة الدوري 39 مرة، 36 بطولة كاس، يكون مع جماهيره، وكرة من غير جماهير ما تسواش حاجة. والنادي الأهلي لما بيكسب البطولة بيكسبها من أجل الجمهور، الجمهور العظيم اللي أشادنا بيه من خلال استاد الأهلي، وقلنا إن الجمهور اللي راح ورا النادي الأهلي لبرج العرب سواء في الدوري سواء في الكاس سواء في دوري أبطال أفريقيا هو كان العامل المؤثر، وقد إيه شفنا التفاعل ما بين الكابتن حسام البدري وما بين الجماهير وما بين أيضا مجلس الإدارة واللعيبة وما بين الجماهير بعد كل بطولة النادي الأهلي بيحققها. وهو ده المنظومة الحقيقية والمردود الكبير للنادي الأهلي دايما بيسعى عليه، التفاعل مع جمهوره العظيم اللي هو اللاعب رقم واحد في صفوف الفريق. الخبر الثاني اللي احنا هنقوله لحضراتكم بيأكد كل كلام انا قلته في بدايه مقدمتي في هذه الحلقه. مهندس محمود طاهر رئيس مجلس اداره النادي الاهلي صرح وقال ان الكابتن حسام البدري بيستحق الثقه الكبيره اللي اداره النادي الاهلي وضعتها فيه في خلال هذا الموسم، ان هو حقق الدوري والكاس وكان يستحق تجديد التعاقد معه، وتم التجديد التعاقد منذ شهرين مؤكد ان هو يستحق الثقه الكبيره، خصوصا ان هو قدم كل شيء مع النادي خلال هذا الموسم وحقق ثنائيه الفوز بالدوري والكاس. الكاس كان غائب منذ 10 سنوات، وايضا من فضل الله بيسير بخطى جيده في البطوله الافريقيه. بصوا بقى هنا الكلام اللي جاي هو اللي بيبرز كل حاجه انا قلتها. مهندس محمود طاهر قال ان النادي الاهلي دائما لديه قواعد واسس واستراتيجيات ثابته لا تتغير مهما كان الاشخاص الموجودون بالنادي، مؤكدا ان الاستقرار الاداري والفني انعكس على اداء اللاعبين
في هذا الموسم هو ده النادي الاهلي من 110 سنه. احنا ما بنتكلمش على مجلس حالي فقط، ما بنتكلمش على مجلس سابق فقط، احنا بنتكلم على 110 سنه. النادي الاهلي له منظومه، المنظومه دي اتبنت واحده واحده في خلال 110 سنه وبتؤتي ثمارها من كل عدد البطولات وعدد الانجازات، واجيال بتسلم اجيال ومسيره بتسلم من جيل الى جيل سواء فنيا وسواء اداريا، وهو ده اللي بيحدث في النادي الاهلي في خلال هذه الفتره اللي ما شاء الله ماشيه بخطى ثابته جدا جدا ودائما الى الامام والى الانجازات. ايضا المهندس محمود طاهر رئيس مجلس اداره النادي وجه رساله شكر للاعبي الفريق والجهاز الفني بقياده الكابتن حسام بدري بعد الفوز بلقب الكاس على حساب الفريق المصري والجامعه الثنائيه، و قال ان النادي الاهلي برضه دايما بيشكر جمهوره ونجاح اللعيبه في تسجيل الاهداف في الاوقات الحاسمه ياتي دائما من مسانده القويه والدعم اللامحدود من جماهير النادي الاهلي للعيبه. واضاف رئيس النادي الاهلي ان روح الفانيلا الحمراء بتظهر في الاوقات الحاسمه، والاهلي معروف دائما انه بيلعب حتى اخر نفس واخر دقيقه، مشيرا ان جماهير النادي الاهلي اعتادت رؤيه الفريق يسجل في الدقائق الاخيره، خصوصا ان الاهلي يلعب للفوز بمن حضر. نطلع من كرة القدم نروح لمجلس إدارة النادي الأهلي اللي بيعقد اليوم ندوة في فرع الشيخ زايد. المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بيعقد ندوة في الساعة 7:30 مساء اليوم الخميس بفرع نادي الشيخ زايد في 6 أكتوبر. يتحدث المهندس محمود طاهر خلال الندوة عن لائحة النظام الأساسي الجديدة للنادي الأهلي والفرق بينها وبين اللائحة الاسترشادية التي وضعتها اللجنة الأولمبية المصرية وأهمية حضور أعضاء الجمعية العمومية للتصويت على اللائحة. أيضا كما يعقد المهندس محمود طاهر ندوة أخرى في مقر النادي بالجزيرة في 7:30 مساء غد الجمعة، ويعقبها ندوة ثالثة يوم السبت في نفس التوقيت مع أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي بمدينة نصر. ويذكر أن النادي الأهلي هيعقد الجمعية الخاصة للتصويت على اللائحة يومي 25 و26 أغسطس الجاري في مقر النادي الأهلي بمدينة نصر وبالجزيرة. الموضوع الندوات ده له شق مهم جدا، أولا إن في بعض الأوقات ما بتبقاش الصورة واضحة جدا، فلما يجي رئيس المنظومة وأكبر مسؤول في النادي بيوضح مع حضرتك ومع سيادتك بنود اللائحة، ده معناه إن النادي الأهلي دائما بيسعى إن كل فرد في منظومة الجمعية العمومية يكون على دراية كامة بماذا أو بما يكون داخل أو بما هو ينص بما تنص عليه لائحة النادي الأهلي الخاصة، وإيه الفرق ما بينها وما بين اللائحة الاسترشادية، لأن في لغط كبير في الفترة اللي فاتت وفي كلام وأقاويل، ولكن النادي الأهلي لائحته تم دراستها جيدا جدا جدا من قبل كبار السادة المسؤولين والمستشارين القانونيين اللي لهم باع طويل في وضع القوانين وتحليل الدساتير أيضا. والمهندس محمود طاهر بيحاول مع أعضاء الجمعية العمومية دايما للدعم من الناحية المعنوية، بحيث أن مناقشة اللائحة وتوضيحها لهم بيبقى ليه مردود كبير جدا، خاصة أن عضو الجمعية العمومية في النادي الأهلي لازم يجب أن يكون على دراية تامة بكل ما يكون في نص لائحة النادي الأهلي الخاص. نكمل مع اخبار الكره بقى في هذه المره، ولكن مع هيكتور كوبر المدير الفني الارجنتيني اللي اختار 9 لاعبين من النادي الاهلي داخل المنتخب طبعا قائمه المنتخب الوطني اللي بتستعد لمواجهه اوغندا في 31 اغسطس المقبل. القائمه ضمت احمد فتحي، شريف اكرامي، وعبد الله السعيد، حسام عاشور، صالح جمعه، سعد سمير، رامي ربيعه، ايمن اشرف، واحمد الشيخ، دول من لاعيبه النادي الاهلي. ايضا معاهم عمرو جمال، الزمالك، طارق حامد، علي جبر، احمد الشناوي، ومحمد عواد، محمد فتحي، ومن سموحه حسام حسن. اكد الكابتن ايهاب لهيطه مدير المنتخب ان المعسكر المفتوح اللي هيقيمه المنتخب هيكون من ايام 21 او 22 23 قبل السفر لاوغندا. المدير الفني الارجنتيني هيكتور كوبر قرر استدعاء عمرو جمال مهاجم النادي الاهلي وخلاص على اعتاب الانتقال الى بيتبيتس جنوب افريقي مكان عمرو ورده لاعب فرنسي البرتغالي سابقا من قائمه المنتخب،
وقال ان هيكتور كوبر اعلن ضم وردة من قبل ولكن لم يشارك مع فريقه الجديد في فترة الاعداد، مما جعل المدرب انه يستقطب عمرو جمال اللي ظهر حتى بشكل مميز جدا في لقاء الاهلي والمصري في نهائي الكأس. الخبر اللي جاي مهم جدا، مهم جدا، وخطوه اكثر من ايجابيه من اتحاد الكوره من اجل النهوض بكره القدم في مصر، وهقول لحضراتكم ليه. الكابتن محمود الشامي عضو مجلس اداره اتحاد الكوره السابق ومدير لجنه المنشطات اعلن اني عضو المنظمه طبعا الان عن الكشف عن المنشطات. سيتم اجراء الكشف على جميع انديه الدوري الممتاز وكاس مصر في الموسم المقبل، وسيتم تحليل هذه المنشطات في معمل مصري. وأضاف إن في حالة سقوط تعاطي أي لاعب من المنشطات سيتم إيقافه لمدة تصل إلى عامين، وهيتم تغليظ العقوبة في حالة تكرار الأمر. إحنا عندنا في مصر للأسف في جهل كبير جدا 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 في نواحي الأدوية والمنشطات والناحية العلمية في الجانب الرياضي. وأنا هنا ما بقصدش حد، أنا بتكلم في العموم. في لعيبه كبيره جدا ونسبه كبيره جدا من اللعيبه بتاخد الترامادول وده غلط. في لعيبه كبيره جدا بتاخد بعض الفيتامينات والادويه اللي فيها يعني مكونات بتعتبر الاتحاد الدولي مكونات منشطه، وده عن جهل وده برضه غلط. هنا بقى الدور بيجي على ان الاجهزه الفنيه حتى تكون محترفه لازم يكون فيها اخصائي تغذيه. النادي الاهلي ما شاء الله عنده الدكتور هاني، والانديه الكبيره دايما بيكون عندها اخصائي تغذيه. واخصائي التغذيه ده بيتفاعل او بيتعامل مع الدكتور والطبيب، وبيجيب كل المكونات اللي مدرجه من قبل الاتحاد الدولي على اساس انها ماده منشطه، وبيتم تحذير اللعيبه من تناولها عشان ما بيجيش بالصدفه او عن دون قصد ان يجي لاعب ويتم تناول ماده من هذه المواد ويتم عقوبته او وبيمنع كده النادي اللي بيشارك ضمن صفوفه من خدماته. دي ناحيه. الناحيه الثانيه اللعيبه اللي بتاخد الترامادول وبتاخده على العمى وبتاخده بجو ان انا لو خدت دوت مش هبقى تعبان وهبقى صاحي وهيمنع عني التعب والكلام ده، انت في الاول في الاخر انت بتضحك على نفسك. انت بتضحك على نفسك قبل ما بتضحك على اي حد، لان في الاول في الاخر ده مش مردوده. انت بتاخد مسكن ما بيحسسكش بالتعب، ولكن انت بتبقى تعبان وبتودي نفسك في اصابات ومتاهات، وفي الاول في الاخر بتاثر على صحتك. وفي نفس الوقت لو تم الكشف عليك وطلعت او طلعت نتيجتك ايجابيه، فانت بتحط كمان فرقتك في مشكله كبيره جدا، لانها وهي بتدفع مرتبك وبتدفع تعاقدك بتمنعها من الحصول على خدماتك، وهو ده السبب الرئيسي في التعاقد معك. ففي الاول في الاخر يجب انت كمان اتحاد الكره يجب ان يعمل دورات لشرح المواد وطرحها على اللعيبه وعلى الاجهزه الفنيه، بحيث ان هم يكونوا على درايه كامله، لان في بعض الانديه ممكن ما يكونش عندها الامكانيات انها تستقطب خبير تغذيه او دكتور على مستوى عالي يقدر يتعامل مع موضوع المنشطات. فعلى اتحاد الكره ومديريات الشباب انها تعمل هذه الدورات للتوعيه من اجل ان في خلال المواسم القادمه يكون الدوري المصري يكون الملاعب المصريه خاليه من الترامادول ومن المنشطات. ونروح لستوك سيتي في انجلترا. رمضان صبحي هيزاملوا النجم خيسيه، لو تفتكروه لاعب ريال مدريد. كان في جناح في ريال مدريد لعيب سريع جدا اسمه خيسيه، خيسيه رودريجيز، ده كان احد لاعبي منتخب اسبانيا للشباب، وايضا لاعب في الفريق الاول الحاصل على بطوله اوروبا مع المنتخب الاسباني السابقه. خيسيه رودريجيز انتقل الى باريس سان جيرمان البي اس جي، ثم جاء ان نادي ستوك سيتي اللي بيلعب له رمضان صبحي يعني اعلن عن ضم اللاعب خيسيه اللي لعب في ريال مدريد وباريس سان جيرمان، ولكن سوء الحظ والاصابات هو مشي من ريال مدريد لانه جاله رباط صليبي، وهو من اللعيبه المميزه جدا ومميز بالسرعه،
سرعته كبيره جدا، وايضا مشاركته مع باريس سان جيرمان ما كانتش على المستوى المطلوب، فذهب الى ستوك سيتي لان باريس سان جيرمان كان اعاره الى نادي لاس بالماس، ثم عاد مره اخرى، ولكن نادي ستوك سيتي استطاع ان هو يحصل على خدماته، وفرقه ستوك سيتي محتاجه الى التدعيم، خاصه ان شاء الله رمضان هياخد فترات اكثر واكثر، لسه موهبه شابه. وبعد رحيل ارناتوفيتش من فريق ستوك سيتي الى ويست هام، اعتقد ان ستوك سيتي محتاج الى التدعيم، وجاء التدعيم من خلال اللاعب خيسيه رودريجيز. نروح لخبر اخر بيبين لك البيزنس في كره القدم بماذا سيفكر، يعني هيجيب لك ايه. فريق باريس سان جيرمان حتى الان في اليوم الاول من اعلان قميص نيمار بيبيع اكثر من 10,000 قميص. هنا مردود الايجابي من الناحيه التسويقيه لانك تجيب لاعب بقيمه نيمار. نيمار من نجوم العالم الكبيره جدا، من المواهب اللي لا تتكرر كثيرا، ويبان على فريق برشلونه الاسباني بعد رحيل نيمار، سواء في اللقاء الاول او في اللقاء اللي بيقام الان من الكلاسيكو امام ريال مدريد، ان برشلونه يفتقد الى نيمار. ولكن نيمار بقيمته الكبيره اللي دفع فيها فريق باريس سان جيرمان اكثر من نص مليار، 222 يورو بس ده كشرط جزائي، وما ادراك بقى من الحاجات اللي تحت الترابيزه. وصحيفة دسان الإنجليزية قالت إن سان جيرمان تمكن من بيع 10,000 قميص بيحمل اسم نيمار خلال يوم واحد بس مقابل 140 جنيه استرليني للقميص الواحد، وهو ده أكبر من اللي باعوه من النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا. دي ماريا طبعا لعيب كبير ومنتخب الأرجنتين وكلام كبير من الحاجات ديت، بس نيمار هو نيمار، نوار من المواهب اللي بتأتي بعد ميسي وكريستيانو رونالدو. إذا فقيمة نيمار وكيف يعني كيف تمت الصفقة كانت بالنسبة حتى لجمهور باريس سان جيرمان من المفاجآت الكبيرة جدا. وبالنظر إلى ما نجح سان جيرمان في بيع من قمصين نيمار، فإن التكلفة الإجمالية تصل إلى 1,400,000 جنيه استرليني، ده في يوم واحد بس من بيع قميص نيمار. ولكن الكل يعلم إن صفقة نيمار هي صفقة سياسية أكثر ما هي صفقة ترويجية، مهما باعوا من فانيلات وحاجات لنيمار برضه مش هيجيب الصفقه الحقيقيه اللي تم دفعها من قبل باريس سان جيرمان او مؤسسه قطر. نكمل كلامنا مع الدوري الانجليزي، هذه المره مع نادي ايفرتون اللي استطاع انه يحصل على خدمات اللاعب سيجورستون لاعب نادي سوانزي. سيجورستون حتى انتقاله لسوانزي كان عليه العديد من اللغط لان الثمن كان كبير، هو انتقل الى ايفرتون من سوانزي مقابل 45 مليون جنيه استرليني، وده ثمن كبير جدا. صلاح محمد صلاح نفسه بقيمته بامكانياته بتهديفه الدفع فيه 46 مليون جنيه استرليني، فلما سيجورستون بيدفع فيه هذا المبلغ بيبقى فيه لغط كبير جدا داخل الوسط الرياضي حتى في انجلترا، لان حتى في لعيبه كبيره من النجوم الكبار اللي تم انتقالهم ما دفعش فيهم هذا المبلغ، لان حتى الان الكل كان ينتظر من سيجورستون الكثير مع سوانزي ولكن لم يفلح. فهل يا ترى لما يتحول الى فرقه بتلعب كوره كويسه جدا معها النجم وين روني، معها مدرب على اعلى مستوى زي رونالد كومان، هنشوف ايه المردود اللي هيحققه سيجورستون اللي هيبقى عليه نقاط استفهام كتيره جدا في مقابل المبلغ اللي دفع فيه. طيب انا كنت بشاور للطاقم الاعداد بيقولوا لي ان الريال الان النتيجه 2 مقابل لا شيء امام برشلونه الاسباني، خلاص يعني حسم بشكل كبير جدا السوبر الاسباني او السوبر كوبا دي اسبانيا. الريال مع زين الدين زيدان مختلف، وبرشلونه مع ارنستو فالفيردي في مرحله انتقاليه احتمال وتجديد. ده كان اخر خبر معانا النهارده، حتى القاكم تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.